وانجا في كرة بينه وبين شيلوفيا، مكاتفة عادية. مركز ثاني في بطولة أمم أفريقيا في الجابون بعد ما خسروا أمام منتخب الكاميرون، وسجل عبد الله هدف شهير. هذه أمامنا كوليبالي 22 سنة، هجرة في سن صغيرة، هذا الرجل طبعا أمامنا لما تزوج، لكن اللي على المرمى واحدة مقابل واحدة، واحدة مقابل واحدة. نتمنى طبعا موجود محمد أبو العلا مدرب أحمال، أيضا عماد اليماني في الجهاز الإداري، ومهل عبد العال وليد وعبد الله، مساحات الضيقه خلي بالك، ويلعب البينيه، وادي الهات وخد برضو احد الحلول. يا ولد عملها حلوه لعبد الله الوليد، يا ولد على الهجمه الحلوه، الوانتو الجميل، ادي امامنا هنا الوانتو الجميل في اللقطه المضيه. والمتابعه دون رقابه، دون رقابه كانت لوطاش على ما يبدو كيتومبو بالفعل ديدي كي. It tries to be a bit clever, almost being caught out. George again clears. Does a good job, Simon Siluim, but now George Lufia trying to rest there, but stands strong. The man mountain in that defense for Zanaco and clears. Zanaco looked very, very close. Very poor Ankana when it comes to set plays. It's put in that space. Everybody is confused. Scott Buchanan is not doing anything. George Lufia goes and jumps, and there's Apenene is not even jumping. I mean, it's like watching what George Lufia is doing. Oh, but that certainly on meaning business, that one a bit, but Big George, oh, clears eventually.